اقول هاي الشباب الحلوين اللي موجودين هنا أنا والله ظل ارفع لهم القبعه، رغم اللي مر بيهم ورغم الظروف القاسيه، كل واحد عبر 400 كيلو و300 كيلو و200 كيلو وعاف اهله واجى هنا في سبيل يشتغل، واهله ينتظرون ابنهم يرجع لهم وبيده علاقه ومصرف، وتالي يرجع لهم ويد ورا ويد قدام. كل شيء ماكو، كل شيء ماكو. بابا وين؟ بابا ببغداد يشتغل. ابنك وين يمه؟ ابن ببغداد يشتغل يجيب لنا مصارف. وكل شيء ماكو. وتنتظر من ذول الشباب ايش تنتظر منهم؟ تقول لهم لا تظاهرون؟ تقول لهم شنو؟ شنو المبرر؟ البطاله والجوع والجهل يخلف جريمه. وهاي نتاجها بمكان ما نصرف مليارات على موازنات الامن والدفاع، خلي نوظف ذولا، مو نوظفهم عم نوفر لهم فرص عمل، ما الناس ما يريدون وظيفه، يريدون فرص عمل، يريدون يعيشون. قطاع الصناعه، قطاع الزراعه، قطاع العمل، ونشوف تخلص هاي الشده لو ما تخلص. يا رب يجي اليوم اللي نلتقي به صباحا ويا الناس ونلقاهم باحسن حال، ما نسمع شكوى ولا مناشدة ولا نشوف دمعة. إلى اللقاء.